السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متتبعي ومتتبعات قناة فن وانتيك في هذا الشريط الجديد. موضوع الشريط إخواني أخواتي هو حول كيفية التفريق بين الملاعق التي تكون من الفضة والملاعق المشللة بالفضة فقط. يعني إخواني هناك مجموعة من الطرق التي يعني يمكن استعمالها من أجل هذا الغرض. أول شيء إخواني أخواتي هو أخذ الملعقة يعني واستماع إلى الرنين، يعني الملاعق التي تكون مشللة فقط أو تكون يعني من معدن النحاس يعني يكون رنينها طويل، كما تسمعون يعني يكون رنين طويل بينما يعني أصدقائي الملاعق التي تكون من الفضة يعني رنينها يكون يعني خفيف كما تسمعون، يعني يكون رنين خفيف جدا، وهذه يعني تكون ملاعق وفرشاة من الفضة. كذلك إخواني أخواتي من أجل يعني تعرف على الملاعق والفرشيط التي تكون من الفضة، فالتي تكون من معدن آخر فهي صعب أن تلتوي كما تشاهدون، يعني صعب يعني أن نقوم بلويها كما تشاهدون، من الصعب أن نقوم بلويها، بينما الملاعق التي تكون من الفضة الخالصة يعني فيكون سهل. نأخذ هذه الملعقة مثلا كما تشاهدين فهي تلتوي كما تشاهدون، نقوم بإرجاعها يعني تكون سهلة في لويها. هذه من بين الطرق، ولكن لا يجب الاعتماد عليها لأن هناك يعني ملاعق من النحاس ويعني تلوى أو يعني لا يمكن الاعتماد على هذه المسألة، مسألة يعني الالتواء، فهناك معادن يمكن لويها بسهولة. ويعني من الأشياء المهمة أصدقائي هو الدمغة، الدمغة هي التي في الأخير تؤكد لنا على أن الفرشاة أو الملعقة من الفضة كما تشاهدون هنا، هذا الرقم 800 يعني هذا يدل على أن هذه الفرشاة وهذه الملعقة من الفضة. كذلك وجود بعض الرموز مثل الأسد، هنا يعني هذا الرمز رمز الأسد، كذلك فهو يعبر عن الفضة الخالصة. يعني هذه الطرق أصدقائي التي يمكن استعمالها في الكشف عن الفرشيط أو الأواني بصفة عامة من الفضة، وتوجد يعني بعض الأواني الصغيرة مثل هذه يعني الصدفة، لكن إذا لم نعثر على الدمغة دمغة الفضة فغالبا ما تكون فقط مشللة يعني مطلية بالفضة. وهنا قمت باختبار بسيط كما تشاهدون،
هنا بهذا المكان يعني قمت بحك هذه المنطقة، ويظهر بالداخل أن لونها أصفر، مما يدل على أنها من النحاس الأصفر ومشللة بقشرة من الفضة. إخواني أخواتي متتبعي قناة فنواتي، كان هذا الشريط شريط حول كيفية يعني التعرف على الملاعق والفرشيط من الفضة يعني، وأضرب لكم موعد قريب ومعلومات قريبة. فمع السلامة إخواني أخواتي.